بشؤون الأطفال وبكل جديد في كل مجال، في هالأغاني والألحان، في هالقصص أشكال ألوان، في هالأغاني والألحان، في هالقصص أشكال ألوان، فيها هدايا بالمجان. والحين موعدها، الحين موعدها، يلا نشاهدها، يلا نشاهدها، الحين موعدها، كل عام وانتم بخير. يا هلا فيكم أصدقائي في عدد اليوم، نتمنى أن تستانسون معنا في عدد اليوم. أصدقائي خليكم معنا وشاركونا في تصفح هذا العدد الجديد من مجلتكم مجلة الأطفال، ورحبوا معي بالأصدقاء الجدد. أصدقائي، وبمناسبة أولى حلقات مجلة الأطفال لدورتنا الجديدة، أيضا هنا عندنا أصدقاء جدد لمجلة الأطفال، فخلونا نرحب فيهم ونتعرف عليهم. عرفينا على اسمك. حصة شجاع القحص. حصة أي صف؟ ثاني متوسط. ثاني متوسط. إنزين وانتي شاطرة؟ حنان صبيح العيسى. هل حصتك؟ حنان صبيح العيسى. حنان أي صف؟ ثاني ابتدائي. ثانية. ها عرفي اسمك. فاطمة جابر بارون حسين كمان. فاطمة أي صف؟ ثانية. تعالي. ما صبيح العيسى. أي صف أنتي؟ ثالثة أول. حياك الله. وهني أيضا أصدقائي عندنا صديقات، خلونا نتعرف عليهم. قولي اسمك. نوف شجاع القحص. اللي حستك ها؟ نوف شجاع القحص. نوف أنتي أخت حصة ها؟ حياك الله. قولي اسمك. هبة. هبة شنو؟ هبة جابر. حياك الله هبة. وهبة أيضا أخت فاطمة صح ولا لا؟ ها عرفنا على اسمك. زيد جابر الله. زيد أي صف؟ مستوى الثاني أول. حياك الله زيد. طبعا أصدقائي أنتم مثل ما طبعا نحييكم بقدومكم هني لمجلة الأطفال في أولى حلقاتها لدورتها الجديدة. فما أدري حبيت أعرف حصة، أنت لك هواية تعرفين تمارسينها؟ يعني تعرفين ترسمين، تقرين قصص أو كتب، تعرفين تغنين، يعني هواية مفضلة اللي عندك؟ أحب أرسم ولون. شو تحبين ترسمين؟ شنو الرسومات اللي دايما تميلين لها؟ مثل شنو قولي؟ يعني مو محددة شيء يعني. إنزين وانتي حنان ها؟ شو تعرفين تسوين؟ أعزف. تعزفين يعني إن شاء الله إذا طلبنا منك بالأسابيع الجاية إنك تقدمين لنا شيء راح تعزفين؟ إن شاء الله وإحنا راح ننطر. ها فاطمة أنتي شو تحبين تسوين؟ أغني. الله تغنين. إنزين تحبين تسمعين لنا شيء حق أصدقائنا مشاهدي الأطفال؟ يلا قولي. أبيك تعلين حسك ها؟
شوفي الكاميرا. عاش العلم طول الزمن، رمز العلا رمز الوطن، نحميه من كل المحن، قولوا معي عاش الوطن. عفي عليك، صف قول لها. يلا أصدقائي صف قول لها، شاطرة. ها مها، أنت شو تسوين؟ ألون. تلونين؟ عفي عليك، تساعدين أمك بالبيت؟ إيه. عفي عليك، تساعد أمها مها. إنزين وانتي ها شو تسوين؟ أساعد أمي. عفي عليك، شو تساعدينها فيه؟ يعني شو تسوي معها بالبيت؟ أخم البيت. عفي عليك، تساعدها، شاطرة، عشان أيضا مشاهدي مجلة الأطفال أصدقائنا أيضا يسوون مثل ما تسوي صديقتنا. ها هبة وانتي شو تسوين؟ تساعد أمي. عفي عليك، شوفوا أصدقائنا شلون صديقاتنا مجلة الأطفال يساعدون أمهاتهم. ها زيد، وانتي شو تسوي؟ شنو تعرف تسوي؟ تعرف تلعب كرة؟ تلعب كرة شنو؟ كرة سلة. كرة سلة، وبعد شو تسوي؟ عفى الأول. عفي عليكم. إن شاء الله أصدقائي في الحلقات الجاية إذا طلبنا منكم إنكم تقدمون لنا شيء، إن شاء الله راح تقدمون لنا. إن شاء الله. إن شاء الله، وحياكم الله مرة ثانية في مجلتكم. أصدقائي أهلا ومرحبا بكم مع هذا العدد الجديد من مجلة الأطفال. في الأمس ودعنا عاما، ونستقبل اليوم عاما جديدا، وكلما تتحرك عقارب الساعة تزداد أعمارنا أياما وشهورا وسنوات. بالرغم من أن الساعة تتحرك على وتيرة واحدة لا تتأخر ولا تتقدم أبدا، إلا أن لكل واحد منا شعوره ومفهومه الخاص بالوقت. بعضنا لديه شعور قوي بالوقت، إذا طلب منه إنجاز أي عمل فإنه ينجزه بسرعة قبل الوقت المحدد له، لا يشغله شيئا عن إنجاز هذا العمل، وغالبا ما يذهب إلى المدرسة مبكرا ولا يؤجل عمل اليوم إلى الغد ويحافظ على مواعيده. هذا السلوك ينبع من احترامه وأيضا لمصلحة زملائه، فهو لا يجب أن يضيع أوقاتهم أو يضايقهم ويتركهم ينتظرونه. ما تلاحظين يا جيهان أن في بعض الأصدقاء تلاحظينهم أنهم ما يهتمون بالوقت، يعني ما يعرفون قيمة الوقت. فمثلا عندنا بعض الأصدقاء يبدون بإنجاز يعني عمل زين، لكن ما يكملون هذا العمل فيتركونه ويقومون بعمل آخر، وطبعا يضطرون اللي من حولهم أنهم يذكرونهم بإنجاز هذا العمل، فهم غير مبالين في قيمة الوقت. فطبعا أصدقائي هذه الصفة تعتبر من أبغض الصفات، وكثيرا ما تنفر يعني ما ينفر الأصدقاء منهم، لأن مثل ما قلنا لكم أن هذه الصفة من الصفات السيئة، وأتمنى أن الأصدقاء ما يقتدون فيها. فإحنا لازم نعرف قيمة الوقت. عندنا مثلا كان الناس قديما يقولون الوقت من ذهب، وطبعا لا زالت تردد على ألسنة الكثير من الناس اللي هم يعرفون قيمة الوقت. فأتمنى أصدقائي أنكم تحرصون على الوقت وتشعرون بالمسؤولية وقيمة كل ساعة تمر بحياتكم، خاصة أصدقائي أنكم مقبلين على سنوات يعني جاية إن شاء الله، وراح تكبرون يعني كل مالكم وتكبرون، فلازم تهتمون بالوقت وأيضا تقومون بالأعمال اللي تفيدكم، يعني تفيدون وتستفيدون. فأتمنى لكم راجية من الله التوفيق، وأقول لكم شكرا. كان كل أصدقائي تحية هذا العدد من مجلتنا. الوقت وأهميته في حياتنا، ولنبدأ مع الصفحة الأولى من مجلتنا مجلة الأطفال. أصدقائي الصغار كل عام وأنتم بخير، نستقبل عام جديد لشعور بالحب والصفاء، ونهنئ بعضنا البعض وكل من حولنا متمنيين الخير والرفاهية للجميع، وأن يكون عام 1993 عام خير وبركة وسلام لشعبنا وجميع شعوب الإسلامية. وعن نفسي أتمنى لكم أصدقائي حياة مملوءة بالحب والسرور، وبالحب والأمن والإيمان يتخطى الإنسان كل العقبات. وأنا أتمنى لكل الأطفال كل سعادة، راجيا من الله عز وجل أن يحفظ لنا كل بقعة من وطننا، وأن نصون كل ما فيه، لنتعاون جميعا لنكون دعامة هذا الوطن الغالي. وها نحن نمد لكم أيدينا بالحب لنحقق معا عالم الجد والسلام مع إشراق هذا العام الجديد.
أصدقائي، الدار مفتوحة أمامنا للاستمتاع بالحياة مع أرقى وأسماء عاطفة. ما معنى هذا وكيف نستمتع بالحياة؟ معك الحق يا غانم لو سألت هالسؤال وأنا رح أجيب عليك. بالحب، حب من حولنا مثلا، حب الأهل والأقرباء، حب الناس، حب الطبيعة، حب الحق والخير والجمال. أنا أحب شروق الصباح والاستيقاظ مبكرا لنبدأ اليوم بنشاط. صح، أيضا مثال على ذلك حب الأوراق الخضراء، حب النباتات، حب الزهور اللي نملأ فيها بيوتنا وحدائقنا فتمتلئ رئة الجميع بالهواء النقي، وتمتلئ عيوننا بالمنظر الجميل للزهور. مثال على حب أيضا حب الشتاء، الاستمتاع بالليالي الدافئة مع الأهل والأصدقاء. حب الربيع لجمال نسماته وألوان زهوره. حب الصيف وقت الانطلاق مع الأهل والأصدقاء. حب الخريف لأن نسماته وديعة ورقيقة. نحب المدرسة والطريقة للمدرسة والأساتذة والزملاء. نحب أدواتنا، كتبنا وكراريسنا وأقلامنا. نحب المذاكرة. فما أجمل أن يكون الحب هو الدافع الأول والأساسي والأخير لكل ما نقوم فيه. طبعاً أصدقائي، لو حبينا كل الأشياء اللي ذكرناها قبل شوي راح تكون أيامنا على مدار السنة مليئة بالمتعة والنشاط. طبعاً شيء جميل أنك تشوف الحب والفرحة في عيون الناس. مثال على ذلك تقدر تقول أنك لما تساعد المسن العجوز، تساعد الطفل الصغير، نساعد أمنا وأبونا، نساعد أخوانا اللي أكبر منا واللي أصغر منا، فليكن هدفك دائماً هو إسعاد من حولك قدر ما استطعت، وليكن هدفنا إحنا معاك هو أننا نفرح باللي حوالينا بهم ولهم. طبعاً الآن ما أعتقد عقب الكلام هذا أقدر أقول أن الدعوة مفتوحة للجميع للاستمتاع بأرقى وأسمى وأحلى عاطفة لدى الإنسان خلقها الله له، ألا وهي الحب. أصدقائي الصغار، مرة أخرى نعود بكم إلى تكملة موضوع الحب في حياتنا، خاصة لو عرفنا أنه فضيلة يدعو إليها الإسلام. وقبل ذلك لنطلع على ما في العالم من أخبار تهمنا جميعا. أصدقائنا الأطفال، يا هلا وسهلا فيكم في سلة الأخبار لمجلة الأطفال، وأنا هني عندي الخبر الأول وهو بعنوان زوج من وحيد القرن السوداء يشارك في تحسين النسل، وهو في حديقة حيوان فرانكفورت. مر بمطار فرانكفورت في ألمانيا 10 من وحيد القرن الأسود قادمين من زيمبابوي في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يشكلون جزءا من برنامج لتحسين النسل ومنع هذا الحيوان النادر طبعا من الانقراض، وهو وحيد القرن. وستوضع هذه الحيوانات في حدائق الحيوان في تكساس في برنامج لتحسين النسل، وستبقى أيضا هذه الحيوانات ملكا لحكومة زيمبابوي، ويبلغ عندما يبلغ عدد هذه الحيوانات 200 نتيجة للتوالد ستبعث إلى غابات زيمبابوي. ويوجد هناك 3500 وحيد قرن أسود اللون في أفريقيا في الوقت الحاضر، نصفها موجود في زيمبابوي. وأيضا قبل 20 عاما كان هناك ما يقرب من 60,000 كان يعيش في سهول أفريقيا، ولكنها كانت تقتل بواسطة الصيادين، وذلك لبيع قرونها في الشرق الأقصى لاستخدامها في صنع أياد الخناجر وكذلك في صنع الأدوية التقليدية. وقد أعلنت حكومة زيمبابوي الحرب على صيادي وحيد القرن بعدما أوشكت هذه الحيوانات على الانقراض، والرحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية صعبة وتوذى العناية فائقة في نقلها. أعزائنا، وإليكم هذا الخبر عن تشكيل النيون بأشكال فنية. يتخذ الفن أشكالا عديدة
ولكن أحدثها هو فن النيون، وقد أقيم معرض فن النيون الأمريكي منذ وقت قريب في واشنطن، وتم عرض أشكال عديدة ومختلفة من هذا الفن بما فيها فن النيون السريالي. وقد اشتمل العرض على 50 عملا فنيا لتسعة من فناني النيون. وتشمل العروض رجلا يقوم بثني أنبوبة النيون ولوحات النيون الخاصة بالإعلانات التجارية وصورة بالنيون لإحدى الأشخاص والعلم الأمريكي مضاء بالنيون ومنزل مصنوع من النيون وغيرها. الخبر الثالث أعزائنا الأصدقاء بعنوان دجاجة بأربعة أرجل. هذا خبر طريف، ولكن قدرة الخالق لا حدود لها. فقد قرر هذا المزارع الأمريكي وعائلته الاحتفاظ بدجاجة بأربعة أرجل. هذه الدجاجة التي تعيش في إحدى الحقول في مدينة روما بولاية جورجيا أطلق عليها صاحبها اسم فريكي فريدي، وكما نرى فإن الرجلين الزائدة توجد في مؤخرة الدجاجة، ولكنهما لا تمنع الدجاجة بالحركة حول حديقة العائلة. وعلى أي حال فإن صاحبها المدعو بيل أدبر من الواضح جدا أنه يمتلك عينا ثاقبة في أهمية هذه الدجاجة الغريبة وما يمكن أن تدره عليه من أموال. وعندما أجريت معه مقابلة وهو يحمل الدجاجة وقيمة هذه الدجاجة وكأنها تمثال، قال ضاحكا أن دجاجة بأربعة أرجل ممكن أن تزيد أكثر من ذلك، لأن أيضا أطفاله شاركوا في تربيتها معه. ولدى سؤاله عن الكيفية التي تعبر بها الدجاجة الطريق، أجابه قائلا أنه لا يتركها أبدا، فقد فعل ذلك حفاظا عليها وما يمكن أن تضاعف به دخله في حالة توالدها دجاج من نوعها بأربعة أرجل. أعزائنا الخبر التالي يأتيكم من بريطانيا وهو عن تلوث الأنهار. نسمع مع بعض تفاصيل الخبر. تعتبر القضاعة أو حيوان القندس أعزائنا حيوانا مائيا نادرا ما يشاهد على ضفاف الأنهار البريطانية، وقد نقص عددها كثيرا بسبب صيدها وتلوث الأنهار، وهي الآن معرضة لخطر الانقراض بسبب تسرب الكيماويات وفضلات المصانع. ويرى الصندوق العالمي للطبيعة أن الأنهار تحتوي في الوقت نفسه على مواد كيماوية خطيرة، وطلبت بإجراء تحقيق رسمي لمعرفة مصدر هذه الكيماويات. وكانت حيوانات القضاعة أعزائنا منتشرة على جميع ضفاف الأنهار في بريطانيا منذ الخمسينيات، صارت لا ترى في المناطق القروية في بريطانيا وويلز وأسكتلندا. ويعتقد أن الكيماويات تدخل في الأطعمة عن طريق الأسماك، ويؤثر ذلك على تكاثر القضاعة وهكذا يقل عددها. والكيماويات بدأت تستخدم في صنع المعدات الكهربائية حتى عام 1977، وقد تبقى تهدد البيئة لمدة 60 عاما. ولدينا خبر أيضا هنا بعنوان إنقاذ حوت. فقد بدا حوت أحدب وصغير في حالة جيدة بعد إنقاذه من الخط الفاصل للصيد على بعد نصف ميل من جزيرة هاواي. وقد أبلغ أحد الصيادين خفر السواحل الأمريكية بأن الحيتان وقفت في الشراك، وقد اتجهت سفينة خفر السواحل إلى مسافة قريبة من الحيتان، وأرسلت أيضا فريقان في ذورق مطافي. وبعد وصولهم إلى هناك ذروا بأن الحيتان قد أصيبت ببعض الجروح، ولكن يبدو أنها في حالة جيدة. اسمحوا لي أصدقائي أن أجلس قليلا مع جدي، فأنا أريد أن أكمل الموضوع الذي بدأناه قبل قليل. من يحب أن يأتي معي ليستفيد من المعلومات التي سنسمعها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا جدي؟ أرى أن أخوتي سبقوني للجلوس معك. هذا صحيح، فهل لأحد منكم استفسار أو سؤال؟ قال الأصدقاء أن الحب فضيلة، فهل لك أن تفسر لنا ذلك؟
صلوا على النبي يا عيالي. ربط الرسول الكريم بين الحب وبين كمال الإيمان حينما قال: من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل دينه. والمؤمن إذا أراد أن يحس بحلاوة الإيمان في قلبه فعليه أن يحب بصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، إن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، والله يحب عباده الصالحين والتائبين الذين ينصرون دينه ويعملون على رفع كلمة لا إله إلا الله. فيقول عز من قائل: الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية 222 من سورة البقرة، وفي الآية 4 من سورة الصف يقول: أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وعلى لسان رسول الله يقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الآية 31 من سورة آل عمران. الله يا جدي حديثك ممتع، فأنت تعرف الكثير من أمور الدين والأحاديث النبوية الشريفة. وانتوا بعد يا عيالي تعرفون الكثير من الآيات القرآنية المقررة عليكم في المدرسة، لكن ما دمتم تعرفون تقرون لازم انكم تستزيدون من المصحف الشريف. والحين سمعوا هذه الحكاية. يحكى أن رجلا من الأعراب جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال، فسأله: متى الساعة؟ فقال له الرسول الكريم وماذا أعددت لها؟ فقال العربي: ما أعددت لها كثير الصلاة ولا كثير الصيام ولا كثير الصدقة، إلا أنني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول: إن المرء مع من أحب. وكانت بشرى للعربي بأنه سيكون رفيقا للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. وكذي عيالي أكدت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن الحب هو منهاج الحياة البشرية، حب المسلم لأخيه المسلم دون أن ينتظر من ورائه مصلحة أو منفعة، حب الأم لابنها وحب الأولاد لوالديهما، حب الله وحب الوطن. ويقول رسول الكريم: إن لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما أحبه لنفسه. الحين عيالي فهمتوا شنو الحب اللي يرضى عنه الله ونبيه: حب الخير وحب الإيمان. وإن شاء الله نلتقي مرة ثانية عشان أسولف لكم ولأصدقائكم المشاهدين عن أي شيء تريدون الاستفسار عنه ويهمكم كأطفال صغار، والله يشملكم برعايته ويزيد من حبكم لبعضكم البعض وطاعتكم لآبائكم، لأنهم يحبونكم ويتمنون لكم السلامة بكل خطوة تخطوها. شكرا لك يا جدي، وإن شاء الله نكون أنت حسن ظنك، والله يطول لنا بعمرك. شريفة يا شريفة، تعالي قعد هني خليني أشوف. شريفة ليش ما تردين؟ يلا تعالي قعدي خليني أشوف زين. صدقيني يا أختي خلود أنا ما أطالع إلا من الجريد. زين يلا تعالي قعدي. خطأ.
عند مشاهدة التلفزيون يجب صديقي أن تجلس على بعد مسافة 3 أمتار على الأقل، وإذا كنت لا تستطيع المشاهدة إلا عن قرب شديد فيجب مراجعة طبيب العيون بالسرعة الممكنة، وشكراً.
أن نأتي إلى نهاية هذا العدد من مجلة الأطفال، نود أن نلفت انتباه أصدقائنا المشاهدين من مجلة الأطفال بأننا إن شاء الله سوف نبدأ دورة جديدة في منذ الحلقات يعني الجاية إن شاء الله، فلذلك لم نتمكن بعرض مسابقة مثل كل أسبوع ما كنا نعرض لكم، لكن إن شاء الله لما نبدأ الدورة الجديدة سوف نقدم لكم عن نساء شهيرات في التاريخ الإسلامي، وأذكر أنكم طبعا تذكرين معي بأن كنا نقدم لكم شخصيات من أعلام العرب، فأتمنى أصدقائي أن المسابقة وأجوبتكم الإجابات الصحيحة تدزونها بأسرع وقت، وطبعا أقصى وقت عندكم في نهاية شهر يناير، فإن شاء الله ما تتأخرون عنا، وأيضا على أساس يعني نشوف من الفائزين منكم، وأتمنى راجية من الله بأن معظمكم أو الكل إن شاء الله تكونون من الفائزين، وطبعا تلفزيون الكويت راح يقدم لكم الجوائز القيمة للفائزين، وعندنا هني عنوان مجلة الأطفال إذا حبيتوا أنكم تأخذونه عشان تدزون الإجابات الصحيحة. العنوان التالي تلفزيون الكويت مراقبة البرامج الثقافية، مجلة الأطفال، صندوق بريد 621 والرمز البريدي 13007. أعيد لكم العنوان مرة ثانية، تلفزيون الكويت مراقبة البرامج الثقافية، مجلة الأطفال، صندوق بريد 621، الرمز البريدي 13007، وإن شاء الله تكونون من الفائزين. شكرا. مع بداية هذا العام الجديد نتمنى من الله أن يعود كل أسير إلى أرض الوطن لتكتمل سعادتنا، والله مجيب الدعوات. أصدقائي نلقاكم في الأسبوع الجاي ونقول لكم مع السلامة.
مجلة الأطفال والملتقى يوم الجمعة حلقة جديدة من حلقات مجلة الأطفال.